تقدر تعرف القضاء هنايا. أنا نتهمكم بتحدي القضاء، بتحدي الأحكام، بتحدي القانون المطبق باسم جلالة الملك. فين ماشية؟ عندك شي راه يفرحني ولا يشرفني؟ ماشية على سعيدة كذب راسها معايا الله ومعايا الحق ومعايا الناس اللي كتصدق الحقيقة وعارفة الحقيقة. بالنسبة للمسمى جواد قنانة أو بينجو، هو علاقته بالحساب تقتصر في الشكاية اللي دارها في 2017، والخبرة الخبرة التقنية بالفرقة الوطنية طبعا تحدثوا خبرة تقنية، واعتبروا كلامه كشهادة مطابقة لكلام سهام بادة. أما بالنسبة للمدعو سيمو البشير أو محمد بن البشير فهو ما كاينش، ما حاضرش، أنا ما كنتش نتكلم كلامه، لم يتم استنطاقه وما قال على فمه حتى شي كلمة، باقي ما قالش هو الكلام يعني اللي غادي هو اللي محقه يدافع نفسه أو هذا. بينما في الملف تم الشهادة ضده، يعني الشهادة اللي قالوا بأنه راه هو مسير الحساب، بينما القانون باقي ما قالش كلمته لأنه باقي ما جاش، باقي ما هذا يعني. إذا كان للتغطية فهذا حاجة، وإذا كان هو فعلا فهذه حاجة، أنا ما كنتش نجي نقول شي حاجة ما عنديش من عندي. صكوا الاتهام فيه ست جنح، هذيك الجنح الستة أسقطت عنها ثلاث جنح وتوبعت بثلاث جنح ثلاث جرائم، هذه الثلاث جرائم كانت كفيلة بأن ترفع لها العقوبة من 8 أشهر إلى سنة نافذة. تفسير الواضحات من المفضحات، وأقول كان الأجدى كسب البراءة في بين جدارات المحكمة أمام القضاة وليس في فندق 5 نجوم. شكرا لكم.